جزاكم الله خيرا. من أراد الحج صالح بماذا تنصحونه؟ من أراد الحج فإنه ينصح بالتوبة إلى الله عز وجل واختيار النفقة الطيبة في حجه، نعم، وضبط الحقوق التي له والتي عليه، طيب، بأن يبين ما له وما عليه ويثبت ذلك في أوراقها وفي دفتره، طيب، ويصيبه، طيب، وعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى واختيار الرفقة الصالحة، وعليه بالتقيد بأحكام الحج وأداء مناسكه على الوجه المشروع مع الإخلاص لله عز وجل، وأن يلتزم بطاعة الله ترك معصية الله في الحج وفيما بعد الحج. نعم، جزاكم الله خيرا. هل تنصحونه بقراءة معينة، بقراءة كتاب معين حتى يعينه على أداء النسك، أداء صحيحا؟ إن كان يحسن القراءة فليختر من المناسك المقتصرة المفيدة ويقرأ فيها، وهي كثيرة ولله الحمد، طيب، وميسرة، طيب. وإن كان لا يحسن القراءة فعليه أن يسأل أهل العلم، طيب، وعليه أن يرافق من عندهم معرفة وخبرة بأداء المناسك، نعم، ليقتدي بهم، طيب. نعم.